احنا كده دخلنا تل ابيب يا باشا. الحمد لله على السلامه يا جمال بيه. الله يسلمك. محسن بسيوني مدير مكتب معالي السفير. اهلا وسهلا سياده السفير، منتظر سعادتك. اتفضل يا فندم. اهلا اهلا جمال بيه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم سعادتك. اتفضل سلام. ها افضل الرحله كانت مريحه، المسافه قريبه، ساعه مش اكثر من ساعه. اتفضل. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. ايه مالك شكلك مجهد، في حاجه ضايقتك؟ لا يا فندم لا، بس سعادتك عارف دي اول مره اجي فيها هنا، يعني مسألة مش سهلة برضه يا فندم. الخلطة الأولانية سعادتك. ده كان نفس شعوري أول يوم استلمت عملي هنا في السفارة. إنما في الآخر إحنا بنقدر رسالتنا يا جمال. تمثيل مصر في أي مكان في العالم شرف وواجب وطن كبير، حتى لو كان في تل أبيب. وبالوقت هتاخد على الجو هنا. أنا عاوزك تستقر وترتاح عشان تستلم عملك فورا هنا. ناجي بيه عطا الله الملحق الإداري في السفارة هنا هيخلص لك كل امورك الشخصيه. راجل حبوب قوي، نشيط وذكي، انا متاكد انكم هتبقوا اصحاب ان شاء الله يا فندم. هو سعادتك خارجيه اصلا ولا كان من هيئه الاستعلامات؟ لا ده ولا ده، كان ضابط جيش وتقاعد وبقاله فتره هنا معانا في الخارجيه، بس ايه اثبت كفاءه عاليه جدا وعنده قاعده علاقات هنا قويه جدا، والسفاره بتعتمد عليه في شؤون كتيره. اتفضل. خير يا محسن، في ايه؟ لا يا فندم مفيش حاجه، بس اتكلم يا محسن، جمال بيه خلاص بقى واحد مننا. حاضر يا فندم. يا فندم النهارده 4 في الشهر، مفيش حد في السفاره قبض، المرتبات لسه ما جاتش. وايه الاخر المرتبات؟ لا اجيب ايه يا فندم، كل يوم يقول لنا بكره. يا فندم الناس عندها مصاريف كتير وايجارات. لا اكيد في حاجه، عموما ابعت لي ناجي بيه انا عاوزه. حاضر يا فندم، بس يا فندم الاستاذ سراج الصحفي قاعد عنده في المكتب وكان عاوز حضرتك. اوكي ابعت لي ناجي بيه وبعدين سراج. حاضر يا فندم. يلا مع السلامة. بقول لك، مرة واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحدة فرنسوية، قضى معاها ليلة واداها 50 يورو، تاني يوم قضى برضه ليلة واداها 50 يورو، تالت يوم برضه قضى الليلة واداها 50 يورو، رابع يوم برضه اداها 50 يورو. الولية انبسطت منه قوي، قالت أنا حبيتك يهودي وكريم، 200 يورو كده مرة واحدة. وعلى فكرة أنا عمتي ساكنة عندكم في تل أبيب. قال لها ما هي اللي بعتها لك ال 200 يورو. ها؟ أوكي. أجد لخابي دي حارت ببقشاها بعض. لا 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 ما شاء الله يا ناجي باشا، ده أنت بتتكلم العبري أحسن منهم كمان. يلا أستأذن أنا بقى. إيه على فين؟
رايح أعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. أعوذ بالله، الراجل ده ما بينزليش من الزور، الله يكون في عونك. عارف أكتر حاجة عجباني فيك إيه يا ناجي بيه؟ إنك عارف الناس دي كويس قوي ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. أنا بقالي 20 سنة باجي هنا أعمل حوارات وموضوعات صحفية للجورنال ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقة اللي جاتني أول يوم وصلت فيه تل أبيب هي هي اللي جوايا بعد 20 سنة. أنت مش كان في جريدة هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ أيوة، جريدة معاريف. وعملت إيه معاهم؟ رفضت طبعا. رفضت ليه؟ انا ضد التطبيع. ناجي بيه، بعد اذن سعادتك. ايه في ايه يا محسن؟ سياده السفير عايز سعادتك. انا عارف يا سياده السفير، هتكلمني عن مرتبات النهارده على اخر النهار كله هيكون قابض. اصل البنك هنا بعيد عنك. الفلوس تخش بمنتهى السهوله، تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات واجراءات. أنا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. أوكي ناجي بيه، أوكي. أنا عاوز أعرفك على المستشار الإعلامي الجديد في السفارة. جمال بيه. جمال عبد الناصر. مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل أبيب؟ يا نهار أسود، وده داخل إزاي؟ طب السادات قلنا معقولة، إنما جمال عبد الناصر كمان؟ أهلاً جمال بيه. أهلاً بيك يا فندم. يا ترى المدام والأولاد جم معاك؟ لا يا فندم. أنا هقعد شوية لوحدي كده لحد ما أخد الكوع وبعدين أبعت أجيبهم. ناجي بيه، همتك معانا؟ عايزين جمال بيه يسكن جنب السفارة بقدر الإمكان. السمسار اللي إحنا رايحين له ده اسمه روني بتال. عنده مكتب هنا وبيشتغل مع السفارات. بس شغله مع السفارات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. انت سرحان في ايه؟ فكاه يا جمال بيه، فكاه. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ احنا ننكد على ابوه. فكاه فكاه. مستر ناجي. أهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك مرة واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفاية. قالوا له طب لو بردت أكتر؟ قال لهم هقرب أكتر من الدفاية. قالوا له طب لو بردت أكتر وأكتر؟ قال لهم هلزق في الدفاية. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفاية بقى وأمري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعك ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقة اللي قدامي. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصغرنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ أنت بتقطع من لحمك الحي يا راجل أنت. بلاش الشقة دي، شوف غيرها. لا، إحنا هناخد الشقة دي بقى وحر ونار في جتتك. وما هتعقد. اسم جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. بيتلبشوا لما بيسمعوا اسمه. Thank you.
ده سوق الكرمل، كفي الشيء تلاقيه هنا. لو عايز اي حاجه ابعت السواق يجيب لك اللي انت عايزه. يلا. أدر ناجي، ما شلونك؟ سلام وفادي، ما نسمع؟ بسدر بسدر. وضبت الحاجة؟ كله جاهز. يسرع. خليه يحطوها في العربية. بامي كونيت. هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم، يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر. انا اسف يا ناجي بيه، اسمح لي، هو الولد حط لك ايه في العربيه؟ انا شايف الموقف مريب. لا ده شويه جمبري وصايه كده. كل القلق ده عشان شويه جمبري؟ في حاجات ممنوعه في اسرائيل، ممنوعه منعا باتا، زي الجمبري والكابوريا والقراميط. اي حاجه تطلع من البحر ملهاش قشر، اللي هي الفلوس بتاعت السمك، تبقى محرمة حسب الشريعة اليهودية. طب وحضرتك جبته ازاي؟ الفلوس تمشي أي حاجة. إيه تاني ممنوع في إسرائيل أنا جبته؟ القمار. اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جناية. قمار؟ حاجة غريبة أوي. ده كل نوادي القمار في العالم أصحابها يهود. اليهود بيلعبوا مع العالم كله. إنما ما بيلعبوش مع بعض. الغاوي في يوم بيروح طابة يلعب هناك. أي بيروح شرم، في مراكب هناك خارج الحدود الإسرائيلية بيلعبوا فيها. ده مطعم وكوفي شوب كليوباترا. كليوباترا؟ صاحبه اسمه إلي مزراحي، يهودي مصري، ابوه مدفون في اسكندريه، بس راجل مسخره. تعال تعال. مستر ناجي. إلي، ازيك يا إلي؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام. جمال بيه المستشار الاعلامي في السفاره عندنا، لسه جاي دلوقتي طازه. اهلا وسهلا جمال بيه. اهلا وسهلا. اصل لسه ما خدش على الجو. إلي مزراحي ده اسكندراني اسكندراني اسكندراني، كان ساكن هو وعيلته في المكس. دي صوره عيلته لما كانوا هناك، وامه مدفونه هناك في المكس. انا كنت بحب مصر كتير. أنا عشت في اسكندرية أيام حلوة أكتر من 50 سنة. أنا كنت بحبه سيما، أنا كنت بحبه ستيفان روستي، نجيب الريحاني، إسماعيل ياسين. كان أيام جميلة. إيه مستر ناجي؟ مستر ناجي، تعرف إن كان في ممثل يهودي كوميدي كوميدي كتير أهو اللي في الصورة ده. ده كان بيمثل مع توجو مزراحي اسمه شالوم. شالوم عارفه، كان دمه تقيل. مستر ناجي، هو اسماعيل ياسين مش عملتوا افلام جديده ليه؟ هو شغال مسلسلات دلوقتي. انا احبه وهو يقول مونولوج. انا حروخ. لا ما تروخش. عاوز اروخ. ما تروخش. فين الفول؟ فين الطعميه؟ فين الفجل؟ فين الكرات؟ لو كان ده شرط البهويه يحيى العدس 10 مرات. لا سيب عليك يا إلي. Thank you.
مش ينفع مستر ناجي، صدقني مش ينفع، ده يخالف الشريعة ويحط الأنا في مشكلة. ما انت عارف يا راجل، ما تقولش كده عيب. الله، الراجل ده ضيفي وانا عازم على الغدا، ما تصغرنيش بقى قدامه. الإسكندرانية ما عملوش كده يا مزراح. انا مستعد اقدم لك اي حاجة، انا يعزم انت وصاحبك كمان على الغدا، بس مش يخالف شريعة. اسمع مولانا، الراجل ده اول يوم له في تل أبيب، معقول هاكله اكل من بتاعكم؟ دول شوية جمبري ما فيهاش حاجة يعني، هتشوهم ونخلص. يلا، أكل كشير يهودي يحرم أكل جمبري؟ ما أنت عارف. يبقى أكسر الطبق بعد ما ناكل وأنا هحاسبك عليه. عيب بقى. أوكي أوكي مستر ناجي، بس تاكله بسرعة علشان أنا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مزراحي، كان زماننا كلنا. يلا. حاضر حاضر. ايه رايك بقى في المطعم؟ تحس انك انت في مصر بالظبط. انا ليا سيطره جامده هنا، انا ساعات بخليهم يعملوا لي كشري مخصوص. انا مش قادر اصدق اللي انا شايفه بعيني وسامعه بودني. انا جبيه، انا حاسس ان انا في كابوس بشع للدرجات. نسينا الخسه والوحشيه بتاعتهم، نسينا اولادنا واطفالنا واهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزه وفلسطين، نسينا الأطفال اللي ماتوا قدام عينينا من بحر البقر بالسهولة دي. بتضحك مع ده وتهزر مع ده، إيه ده؟ ده أنت شيخ حرف تل أبيب يا راجل. جمال بيه، ساعات الظروف تخلي الواحد يعمل حاجات مش عايزها. أنا كان ممكن أقعد في البيت قافل عليا بابي، لا أكلم حد ولا أسلم على حد، وأقعد جوا أربع حيطان. إنما صدقني، لما تعرف عدوك أحسن ما تقعد تكلم نفسك، وده اللي هما بيعملوه واللي أنا بعمله. شايف البنت اللي قاعدة على راس الترابيزة دي هناك؟ دي هاني ألدن، يهودية من أصل سويسري، بتدرس في الجامعة العبرية. دي بتترجم أعمال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس. الناس دول طول عمرهم بيحاولوا يعرفوا احنا بنفكر ازاي، واحنا طول عمرنا ما حاولنا نعرف هما بيفكروا ازاي. حتى دي كمان تعرفها يا ناجي بيه؟ ايه؟ انت ناوي تنزل الانتخابات هنا ولا حاجه؟ رافي، انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مزوغ من البنك ولا ايه؟ جمال بيه يقدمك رافي ديفيدوفيتش، ده اللي مصمم السيستم الامني بتاع بنك يو ام اي، بس عبقري عبقري عبقري. طيب استاذنك يا نايم. ازيك يا رافي؟ في على فين؟ يعني خلي السواق يوصلني الشقه، تعبان شويه. طب والغدا؟ معلش مره ثانيه، ماليش نفس. طب خليه يوصلك ويرجع لي. انت بقالك كتير يا استاذ محمد شغال هنا؟ سبع سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ هو احنا ايه اللي رمانا الرميه السودا ديت غير اكل العيش؟ ليك اصحاب؟ كل اللي شغالين في السفاره حبايبي. لا انا اقصد اصحاب من هنا يعني. اسرائيل يعني؟ اعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عمليه ولا حاجه، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحة. أصل شوف يا سعادة البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن إحنا ناس غلابة
على الفطره ليه؟ ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. ده بقول لي انت ايه رايك في ناجي بيه؟ مالك؟ ما ردتش ليه؟ بصراحة سعادة الباشا أنا ما نحبوش، وما فيش حد في السفارة كمان يحبه إلا سعادة السفير طبعا. ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. أنا حاسس إن أنا عايش في جحيم مش في الهجي. عيالت خلتني أكره حياتي وأتمنى الموت. ده معقول بقى انت تعمل سيستم للبنك ده كله مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيها تقارير بلغت عني الشبهات مش ناجي. بلغت عنك الامن العام ليه ده كله؟ ما هو انا مش فاهم. انا بعت البنك في سويسرا عايز اشتغل هناك وهم ردوا عليا موافقين، هي بقى مش عايزه تسيب اسرائيل. الله تقوم تبلغ عنك اما وليه انا اصلا صحيح انت اللي غلطان عشان ما دبحتش القط. انت لو كنت دبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. اي والله اهلا اهلا دوريوسي. تشتي كافي؟ لا تودا انت مي حابس مشي هو ما تساتي يا تو رافي. مشلوم خيوسي لما أتايو شاف عمها إيش هذي؟ ميزي رجعت الله ويديدي كلامي إيش زيش هربي دي بوريم وأني ميعت لخشل لو يشف إتو لما دايش هو مصري في جم مسلمي تشمعي يوسي أنا ماليش علاقة لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تسمع رفي أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالت أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك. جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعة اللي تخليك. مش ده يوسف كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوة الايام دي؟ لا اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى تكون كلته وانت بتشويه. أنا ماليش دعوة، أنا ما كنتش يعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير أنا ما يشوفه. لو سمحت هو أحرايا؟ لا ما هفهم حضرتك، أصل أنا كنت طالب سمكة بوري كبيرة فالسمكة البوري كانت واكلة جمبري فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل إيه؟ يعني هيمنع السمك من أكل الجمبري؟ مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين.
تعرفي أني جفرح زهرتي أتخا هربي بعامين في زوته ها بعمها أحرنا شأني مدبر إنخا ببعم ها بقى إنقطني جتخا تعاديم له تعنين ما عسيتي تخا أدون يتسحاك لو يتسحاك بو أنيها من أهل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداش هزي نعدر تاميها عفوداش في عايمين افشار لدعت لما هايتي خلي أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط القمار يا رافي ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعاً باطاً في إسرائيل؟ أنا بلعبش هنا أي حاجة تانية ما حدش وعندي أي حاجة خالص أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل عارف يا رافي لو الشباب أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه شو ممكن يكون موقفه معك؟ اسمع أدوني تسخاك أنا مش هستحمل منك إهانة بعد كده خالص أنا هستقيل هسيب لك البنك واسيب لك إسرائيل كلها هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وانت مبتلي بهذا المرض مشكلتك يا رافي انت ويهود اوروبا الاشكنازيم انتم مفكرين انفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه وانتم مجرد هياكل ما لكم قيمه احنا اللي شلنا البلد هاي مخصوم منا 15 يوم وهذا اخر انذار تفضل زيداي زيداي نيم أصلي زيداي رافي إيه في أنا مش قادر مسيو ناجي أنا خطأ ما بقيتش قادر خلاص مالك يا رافي نيم أصلي نيم أصلي إيه أنا أتهان من الحقير ده أنا مسيو ناجي ده أهله ما كانوش لاقيين يأكلوا يجي اليوم اللي واحد زي ده يوقفني قدامه وينزل فيا تحقير وإهانات السفر دي الواطي أنا بقيتش أستحمل يا مسيو ناجي مش قادر أنا كرهت حياتي ونفسي فعلاً أموت ما تعملش في نفسك كده يا رافي إيه يا ابن عمي وده جديد عليهم ما أنت عارفهم لا يهودي شرقي وأنت راجل متحضر جاي من أوروبا عامل لهم عقدة نقص وصاحبك بقى لما ركب وبقى مدير البنك بيطلع عقده كلها عليك ده عايز يبلغ عني الأمن العام يا مسيو ناجي الشباك أعلى ما في خيله أركبه انت الراجل اللي كنت قاعد معاه في القهوه ده اللي مش شباك مش قريب مراتك خلاص يبقى الحكايه في بيتها ما هو انا لا مستريح لا في بيتي ولا في شغلي يا مسيو ناجي روى انت بس روى مستنيك بالليل شالوم في معادي بالظبط الساعه 4 الا 5 اهلا اهلا مستر ناجي انت دايما هيك تيجي في اخر ثانيه ما هو اليوم لما يعدي الفايده بتاعت المبلغ بتنزل في الحساب على طول هذه فايده كلش بسيطه مستر ناجي ما تستاهل لا انا كده ازعل منك ما فيش حد اسرائيلي يقول كده هو المبلغ ده في اليومين اللي فاتوا يعمل فايده قد ايه 235 شيكل شغله فاضيه حلوين مالهم اهو تمن فنجان قهوة مستر ناجي انت متأكد اني في اصول العيلة مالتك ماكو عرق يهودي؟ اتها كاسف شالمرة قيعت الله تشرب قهوة مستر ناجي؟ بص بقى لو هتخصمها بالحساب بلاش انما لو ما حسابك انت مقبولة طعمايم كافي لا خلينا انا زيادة معلش خليها عليك المرة دي بعم عم هربي سكر وانا برا لقيت رافي كده في مود وحش وعمال بيشتم هو اتخانق مع حد هو اتكلم معاك لا هو دريان بيقول ايه بس عمال يقول السفردي الواطي وكلام زباله كده يعني الحقيقه كان بيشتمه
هو اتخانق مع حد؟ لا هم كلهم هيك منفوخين على الفاضي. الاشكناز انت هتقول لي ما انا معاشرهم عليهم نار يا اخي تفعل مراره. لو ايه فاهمين اللي هم يا ما هنا ما هناك والباقيين ولاد البطه السوداء. مش عارف انا الحكايه. ناجي القهوة بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شوية بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلي احب الفلوس. احنا على في اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل. وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرع البنك ده. ناجي القهوة بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شوية بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلي احب الفلوس. احنا على في اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل. وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرع البنك ده. ايه على طول كده جرس انذار. ده انا لسه بفكر. لا هذه التجربه بتاعت السيستم. مستر ناجي انت اوحيت لي فكره عظيمه. لازم يخترعوا الارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا أبوها بعد كده نقرأ في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوة متلبسين بالتفكير في سرقة بنك. دول 150 ألف دولار؟ أيوه. أعدهم ولا إيه؟ أنا حمضي على وصل الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا مستحيل. زي ما بقول لك كده حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري. شدة عريري إسرائيل، شدة قوم ميتر دامت ما عزينو بعيدان حسريم بها بوليتيكا إيل هجعنو لسي شلها هالدردروت نسجنو مع الزاخة سداديت بلو كبانو شوم تمورا رقش يانو خييم تخت أيوم متميد شل تليها تيروريستي نسجنو مدروم لبنان וישראל איבדה את כבודה. תור הזהב שלנו היה עידן ההגנה ועצל והארגונים הלאומיים. נתנו להם לקחים קשים בדיר יאסין וכפר קאסם.
هرجموا مهم ألفين مع سوها بوليتيكايين بأربعين هشريم هأخرنوت هم لوعة سوكلوم رقب التوريم ذكنعة ومساء ومتان مشبيل هم متخننين جم لفتير على يهودا وشمرون خريكخ تشمدي إسرائيل ويشمد جم عماها جدول همار جموت بعلي تيفخ شل 16 كيلومتر يفجعوا بإزرخيل بمركزها أرض جنب هرتسيليا لو زي لو مكبال عليه موت لعربيم موت لبوليتيكايم هشخوخيم هموش خاتيم موت لإلي شرق إخبط لهم لسوف كاسب بليه تعنينوت لانتريس شل إسرائيل زوت يوسي ابداعت كيفودا زوت هاني ألدن ستودنتيت بيونيفرسيتات تل أفيف بيشنات هاكمار مي بيعني أنا؟ إفشار لي هوتسي تعالت مي منا وما بيا حس لا باشي لا هو عربي مسلمي أفال هاني يهودية أو مؤمنة بهالخا هاي هوديت حييها بين هالي مدين لهافغانوت بأونيفرسيتا هافغانوت؟ لما؟ هاني ألدن دوغما مخوبادت لدور هاداش دور هاهت بكهوت أني رؤي شأفشار لهفيق تعالة ممنا قمر عيونتها بسيدر بسيدر يوسي نفقش قطة الو كين اني رفسارن يوسي كارمي مها شبك ما اتا روتسي اني روتسي لدبر كيتسات اتخ تدبر؟ لو درخ التليفون اني متسيا شتفوئي اتسلينو بمسرات زي زمون رشمي؟ كمعت أهلا هاني أهلا وسهلا يا أنت بتتكلم عربي كويس أهو من عشرة الكم وحافظ أمثال كمان إحنا بدنا نحكي معك شوي بخصوص الكلام اللي قلتيه في الندوة بالجامعة أنا بقول اللي مؤمنة بيه وما بيهمني شد لكن أنت بكلامك هاد أساتي للقيادة الإسرائيلية والحكومة مستاءة كثير من كلامك طز في الحكومة الإسرائيلية عملت إيه الحكومة الإسرائيلية وأعدائنا عمالين يسلحوا نفسهم بصواريخ سكود وبإم 600
وعمالين يعملوا منظومات دفاع جوي ويطوروا فيها عشان ما فيش طيارة إسرائيلية تطلع بره. احنا كل حروباتنا الأخيرة انهزمات. عملنا ايه بالسلام اللي قبلنا بيه؟ ما أخدناش منه ولا أي حاجة ولا حتى الأمان، وجايين دلوقتي تقولوا لي حكومة؟ طز بقى في الحكومة. اسمعيني يا هاني، انت برأيك شو ممكن يكون الحل؟ شو ممكن إسرائيل تعمله؟ الحل؟ الحل الوحيد إن إحنا لازم نواجه السلاح الرادع اللي كل القوى اللي حوالينا عمال مواجهينه ناحيتنا. يعني اجتياح لبنان، يعني اجتياح لبنان بالكامل وبأي طريقة. لازم ميدان المعركة ينتقل من هنا لهناك. أوكي أوكي هاني، اسمعيني منيح، أنت هاي آخر سنة عندك بالجامعة، بعدين نحن بدنا ياكي تشتغلي عنا هون هون بالشبك. شو هاي؟ خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل للمصالحة الفلسطينية، وأضاف بأنه سيسعى لإقناع الو. ايوه حبيبتي. لا انا ايه، يا ريت انا بنامش خالص، انا ما غمضتش عيني لحظه واحده. خالد قام؟ خرج. طيب يا حبيبتي خدي بالك من نفسك. مش عارف، انا قلبي مقبوض من ساعه ما جيت هنا، انا عايز ارجع مصر، يجيبوا حد غيري. انا بكره اكلم سياده السفير. ايوه عارف عارف، ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا حبيبتي خدي بالك من نفسك، يلا بألف سلامة يا حبيبتي، مع السلامة، باي باي. Thank you.
لأن عطاه لأخ رافي. يندور عيلت، يندور. أنا اللي راتسوني تشون. أمرتي لعتمي يتسياهو تسار. ينشون كيتسا دافير. لما عطالو قيحيتها حليفة. لا أنا قلت أتمشى حوالين البيت يعني جايز ده يساعدني إن أنا نايم يعني. عطاه فادة علي رافي. عطاه لأخ لهمير. بيت عبيد متكسف تشلانو. أنا فين؟ اللانش اللي بيودي على المركب طلع خلاص. يعني هروح عرض البحر ازاي؟ بسخية؟ عوم يعني؟ رافي بأمرك تقعد بالبيت. أنا مش مسجون يا ولد ولا متحددة إقامتي. هخرج زي ما أنا عايز ومحدش يقدر يمنعني. أني عفرتي تشايفتي باباي. وأنا قلت لك هخرج يعني هخرج. رافي تحكي. تحكي رافي. نرمس يا ولد. رافي. نرمس. أني عفرتي تحكي. أستيق. ألو يوسي، رافي أتساكي دي لهمير عطبام. بفكشا يوسي، داسي ماشي هو. أني لي يودعت لأن هو هلاخ لهمير. جمال بيه ايه خير؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ ما نمتش ليه؟ قلقان شويه يا نجيب. اسمح لي ادردش معاك شويه؟ اتفضل اتفضل. اتفضل. ايه ده يا نجيب؟ لا ده اصل انا ساعات احب اقعد اتسلم مع نفسي كده، يعني زي ما تقول شويه تفاريح كده. وحضرتك مستني حد يا نجيب؟ لا 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 انا كنت داخل انام حد. اتفضل اتفضل. انا اسف اني جيت لك في الوقت المتاخر ده. لا لا مفيش حاجه، بس انا عاوز اتكلم ومفيش حد ممكن اتكلم معاه هنا غيرك. تسمع كلامي، انا هديك حبايه منومه تاخدها وتنام وتصحى الصبح نتكلم انا وانت واحنا فايقين ورايقين. ها انا من مواليد 23 يوليو 1959، يعني بعد كام يوم هكمل 50 سنه. ده احنا قربنا اهو. كل سنه وانت طيب. والدي كان في الجيش، ضابط في الجيش المصري. ولما جيت يوم 23 يوليو سموني جمال عبد الناصر، اسمه مركب. يعني اسم حضرتك لوحده جمال عبد الناصر. اوعى تكون الولد اسمه محمد نجيب. كنا عايشين في السويس في بورت توفيق. فجأة وانا لسه عندي 7 سنين لقيت القنابل والدانات نازلة زي المطر فوق الناس والبيوت، عمالة تقتل وتدمر وتخرب في أماكن عشت فيها أجمل أيام طفولتي. ولسه وأنا طفل صغير أول مرة سمعت فيها كلمة التهجير. سيبنا بيوتنا جيراننا وأصحابنا وحبايبنا وهاجرنا على مصر. وعرفت إن السبب وراء الخراب والدمار والشحطاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيوني، وكرهت الصهاينة كره العمى. ربنا يحرقهم بكاس يا شيخ. انت مش هتنام بقى جمال بيه؟ في 73 ابويا كان بيحارب في السويس في الحصار، وعبرنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وارضنا. طبعا ده احنا اديناهم بالجزمة على قفاهم. انت مش هتنام؟ ابويا الله يرحمه استشهد في الحرب. يا اخي حتى الانتصار
كان كله مرارة وحزن على أبويا اللي راح، وكرهت الصهاينة بعد كده أكتر وأكتر. جمال بيه، وإحنا هنحكي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في ليلة واحدة؟ ما تيجي ننام والصبح نبقى نكمل الموضوع على رواقه يعني. يلا. أنا اللي قلقني يا ناجي بيه، إزاي أنا هنا؟ وإزاي أنت هنا؟ وإزاي أنا نايم في مكان ساكن فوقي واحد إسرائيلي وتحتي واحد إسرائيلي؟ ما تنساش إن أنت ساكن قدام واحد مصري برضه، ها؟ جمال بيه، إحنا جايين بنأدي واجبنا. مصر هي اللي جايبانا. إحنا مش جايين من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي. بص، الحياة عاملة زي ماتش الكورة. الكوتش قال لك تلعب باك، تلعب باك. ما ينفعش كل واحد يلعب على قد تفكيره وعلى مزاجه. دي أدوار في الحياة ومكتوب علينا نلعبها. فهمتني؟ فهمتك يا كبير. أنا حاسس باللي جواك، بس الأيام هتخليك تعرف اللي أنا بقوله صح. يلا بينا. في حد جاي لك يا ناجي بيه؟ لا، ده ناس جاي لي كده عشان موضوع يعني. اسرائيليين ولا ايه؟ هما الليبيين؟ انت ناس اللي احنا في تل ابيب؟ انت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما تحسبش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. شالوم. شالوم يا ناجي. شالوم. كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنة يا نجيب. رنة؟ أعوذ بالله، مفيش منك فايدة. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى مطافي رنة. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له أنت فتحت عليا ليه؟ حاضر. إيه؟ برضه مش هتلعب معانا يا نجيب؟ لا يا ابن عمي، أنا قلبي ضعيف، لو خسرت بولة أروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 لا، أكسب مين؟ لا لا لا، أنا أتفرج بس، أفرح للكسبان وأزعل للخسران. ما أنت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول إيه؟ بصص لي في لقمة العيش، ما أنت عايش على كده. وأنت بتعتق. يا رافي، خسرت برضه، ها؟ بقالك مدة بتخسر. معلش يا جماعة، أنا آسف، أنا واضح إن أنا فقدت تركيزي تماما. سوناجي، ألاقي معاك 5000 شيكل سلف. عارف انا ما تاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد المسؤوليه دي، انا فقت وهبتدي اكسب، هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها؟ وخانه التاريخ خليها فاضيه، انا حاملاها. اوكي. خانه المبلغ اكتبه 5500. باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيولي، اوكي حاضر. ميرسي بوكو.
مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده يكون جمال بيه، مع العلم هو قايل انه هينام. ده الضابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي. يوسف كرمي؟ ايه اللي جابه؟ انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته. أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك. خير؟ رافي دافيتوفيتش عندك؟ أيوة عندي. في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر. هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية. قريبك تكلمه في التليفون، تروح له البيت، إنما تطب عليا كده من غير إحم ولا تصور. لا، أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل اللي أنت عملته ده لفوق وحكبر الموضوع ده ومش حاسكت عليه. أرجوك اهدأ يا ناجي بيه. أنا مش عايز رافي بس، أنا عايزك أنت كمان. عايزني فين إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة. استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية، هي بس اللي تخاطبني مش أنتوا. كده برضو الصح والناس؟ مفيش حاجة جمال بيه، دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكوا ويجرسكوا في العالم كله. والله يا سيادة السفير بهدلته وصوتي عالي عليه والعمارة كلها صحي، عملت له فضيحة. أنا أصلي عارف العالم دي كويس، ما بقولش إلا بالطريقة دي. ده بعت لنا اعتذار رسمي عن تصرف الضابط ده. قال لي هو ايه اللي كان جابه عندك؟ قال ايه؟ جاي يدور على واحد قريبه. وقريبه ده كان عندك؟ اه كان عندي هو شويه ناس كده. كانوا بيعملوا ايه في الساعه دي؟ شوف سياده السفير، انا ملحق اداري، اخلص حاجات، اعمل تشيلات لحاجات. لو ما عملتش علاقات واسعه مع العالم اللي هنا الشغل هيقف، مش هنعرف نخلص حاجه. طب بالمناسبه احتفالات ثورة يوليو كمان كام يوم وهنعملها زي كل سنة في اوتيل دانيال في هارسيليا. خلي بالك الرئيس بتاعهم ورئيس الوزراء هيحضروا زي كل سنة. اطمن سيادة السفير، انا مرتب كل حاجة. اني لوميدين اختلطها بيلي هرقوت لا بيتشي لها ايش هزي بشاعة احد احري حد صوت التجرمت لانو مبوخة جدولا ادوني. أني بطوع شناجي عطلة متخنين لما شهو حمور هو يفي لأسونوت رابين علما أتا مستميغ مها عرختها استمتي حوشا استمتي حوشا لفيها دي فحيم يش لقيش حسيم توفيم عم كلام أم كراف مئود لخلام مقراف يوتر مداي أدوني. لو لو يوسي زي حشاد ميوتاح سن أدخى لمصريين ولمصريين لو تسريح ليهوفيل أدخى بغفودا. يوسي نحن عزين بطحون لو بوليتيكا لو بوليتيكا أنشيها التحزور على الماشي عسيتا الشجريروت همين ستريت تحقوق بمهابيخة يولي بشفو حبا في تل أفيب سيهم دينا في هساريم يشتتفو بحقيقة
في ام هم تريم يعلو ات معسيخة متسافينو يهي قش ترشي لي أدوني لما نحن حقيقين ات ما بيختم أنو حقيقين بناصر شهايا روتسي لزروق ات إسرائيل في عام شلانو بيام زهو محير השלום שמשלמת ישראל והאם מתייחסים לשגרירנו בקהר באותה נימה? אתה חוזר לפוליטיקה עוד פעם, יוסי. אנו הסכמנו שלא אכפת לנו. יוסי, אני נבקש שתזהיר את נאג'י עטאללה מהתודעה שלך. הפגישה הלצתה. شمعي شمعون، ربنا عرفوه بالعقل. أنا السنة اللي فاتت مأجر منك القاعة الرئيسية ب10,000 شيكل. المرة دي عايز 25,000 ليه بقى مريض ازاي يعني؟ وبعدين انا ورايا ناس بتراجع الشمعون. ادو ناجي، انت كل سنة اهجز مني الحفلة للاوتيل، يجي الامن قبلك باسبوع، وامن يعني مفيش ولا شكل ادخل الاوتيل، ودي خسارة كبيرة ادو ناجي. دي مشكلة الامن بقى مالناش دعوة بيها. وبعدين حد قال لي الحكومة الاسرائيلية كلها تيجي قول لهم انت ما يجوش. اسمع ادو ناجي، ايه رأيك الاوتيل اعمل لك الحفلة واعمل البوفيه؟ وانت يدفع 25,000 شيكل بس. لا 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 لا، الا الاكل، انا متفق مع ناس تاني عليه. انت صعب كتير ادو ناجي، الواحد مش عارف اوصل معاك لاتفاق ابدا. اسمعي يا شمعون، يا اما تديني ورقه ان الاوتيل مش جاهز يعمل الحفله، يا اما تاخد العشر بواكي وتسكت. قلت ايه؟ بستر بستر ادو ناجي بستر. شوف مسيو ناجي، تامين اي مبنى ومنشاه مهمه بيتم على مرحلتين، تامين خارجي ده بقى شغل الأمن والسلاح والقوات العسكرية، يعني تأمين بشري، وتأمين داخلي يعني زي كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والإنفراريد، دي بقى شغلتي أنا. ده كمان بسيط بالمقارنة للسيستم اللي أنا عامله للبنك. أنتوا ليلة وتعدي يعني بسهولة، الموضوع بسيط يعني. إنما التأمين الدائم ده مسيو ناجي قصة تانية خالص. شوف، أي حد أحاول يدخل أو يخرج من البنك من غير المكان المتفق عليه هتقابله أشعة من الليزر وممكن تحرقه ويدفعهم في الثالث ثواني. يخرب بيتك يا رافي، ده أنت عبقري. يعني كده بقى أبقى أنا مطمن على الفلوس بتاعتي اللي جوه البنك عندكم. ها اسمع يا دون ناجي، لو حد مثلا لبس طاقية الإخفاء وبقى فيزيبل ودخل البنك برضه مش هيعرف يوصل الفلوس دي أبدا. الله العظيم التخسار، خسارة في العالم دي. بعيدش همصريين متيحسين لشجرير إسرائيل بكهير كأنه هو أخبار من سرعة. هم خجوجين بمخبخة يونو بيبو ترابيب وهممشلها مصريخة خجيجة التعب. زوت هي همنتاليوت השכוחה והבחדנית השולטת בנו. אתם שרי ממשלת ישראל חוגגים במחבכת יולי שמטמתה שמאז ומתמיד הייתה השמדתנו וחיסולנו. מוות לערבים! שגריר מצרים! שגריר מצרים! שגריר מצרים! שגריר מצרים! ביתו לוחיה! ביתו לוחיה! ביתו לוחיה! ביתו לוחיה! Oh my God!
انت عايز تقول ايه يا جمال؟ عمال تلف وتدور، ما تقول اللي جواك كده على طول. يا فندم انا شايف ان اقامه الحفل في الوقت ده بالذات هيثير الراي العام، يعني حضرتك لو خدنا قرار بالغاء الحفل اعتقد ان ده هيكون له اثر كويس جدا في الشارع. انهي راي وانهي شارع يا جمال بيه؟ الشارع المصري يا فندم. ما هو الراي العام هنا في اسرائيل ضد اقامه الحفل كمان، وفي مظاهرات طلعت في تل ابيب بتنادي بمقاطعه الحفل. مش ممكن ده يتفهم ان احنا ضعفنا او استسلمنا لضغط الشارع الاسرائيلي هنا؟ لا يا فندم، سعادتك القادة الإسرائيليين اللي جايين الحفلة دول كلهم مجرمين حرب وعملوا مجازر وحشية، مجرد إن احنا ندعوهم على حفلة في السفارة ونقعد معاهم في مكان واحد ده في حد ذاته نكسة أكبر من نكسة 67 يا فندم. واحنا بنحتفل بعيد ميلاد دولة إسرائيل؟ احنا بنحتفل بثورتنا، ثورة شوليا. وبعدين انت بتكلمني كأني بعيد عن الشأن الوطني وانت اللي بتمثل الرأي الوطني يا فندم. لا يا جمال، انا هنا في المكان ده عشان مصر اللي مصلحتها عندي فوق كل اعتبار، والحفلة هتتعمل في ميعادها يوم 23، وعلم مصر هيرتفع في تل أبيب. مصر كبيرة يا جمال، أكبر وأهم دولة في المنطقة، مضيع عقود واتفاقات محترمة على أعلى مستوى، وبلد كبيرة زي دي ما بتاخدش قرارات انفعالية لحظية. وبصراحة أنا مندهش إن كلام زي ده يطلع من دبلوماسي، المفروض إن آراؤه أكثر حكمة من كده. صباح الخير يا أستاذ سفير. صباح الخير يا ناجي. ايه هو انا جيت في اجتماع مغلق ولا حاجه؟ على العموم انا جاي اطمن سعادتك، اجراءات الحفله تمت كلها، البوفيه هيكون على الطريقه المصريه، فول وطعميه وكشري وبتنجان. وفي حاجه يا استاذ سفير؟ بعد اذن سعادتك يا استاذ سفير. اتفضل يا جمال، انا عاوزك تفكر كويس قوي في الكلام اللي انا قلته لك. حاضر يا فندم، حاضر. وجمال بيماله؟ لا ابدا، الظاهر لسه ما خدش على الجو هنا، يا ريت تكلمه. حاضر. نعزوفت هارتس ليان رافي قطعي اشتقعته نعزوفت يا اسرائيل زوتها بكده اخي جيدولا قطعي فضايل وسام ليفلي ماشي قطعه ومير لما بانوا هنا عيلت زوت هارتس شلانو فيت صريخ لهيتشاير باعتش نموت موجودين اهو لكن عايشين؟ لا، بلدنا قد كده يا قالت راس دبوس على الخريطه، يعني اسرائيل اصغر من ولايه نيوجيرسي. لو ايه محاطين بشويه جيران بيكرهونا ومش طايقيننا وعندهم استعدادهم ممكن يقضوا علينا في اي لحظه. ما انت شايفه اي حاجه بتحصل حوالينا بنرتجف ونموت من خوف. اي رئيس من الدول المجاوره دي لو قال خطاب بترفع عندنا حاله الاستعداد القصوى والتوتر يزيد بقى كاننا هيقضوا علينا دلوقتي. ما هو خلاص يا عيالت هنا مفيش اي هامش للامان صدقيني. اسمع رفي، الكلام اللي بتحكيه هيدا خطير بس انا بعديه، بس لانك شربان فاهم، شربان ومش بوعيك. لا بقى يا عيالت، انا عمري ما ببقى في وعي الا وانا شارب. وعموما لو عايزه تكتبي فيا تقارير للشبك اكتبي، اكتبي اللي انت عايزاه. اقول لك، قولي لهم رافي دافيدوفيتش شايف ان المجتمع الاسرائيلي مجتمع عنصري وفاشي وعدواني وفظ ومكتوم ومرتجف ومكتئب. امشي كرمي شوميا اوتخا هو يا سيمو اوتخا باكل امشوميا اوتي. ليه هو مش سامعني دلوقتي؟ ده انا حتى بتهيالي لما بخلص كلام هلاقيه خرج من تحت سريره وخرج من جوه الدولاب. قطعها صوفي شافيل اوكشي قطع ساكور تحفوخ لي ادم عجوم وبالسين اسبال. تمشي تروح فين يا جمال بيه؟ تسيبي السفارة ازاي؟ انت بس الظاهر منفعل شوية، اهدى كده وصلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. انا عايز اعرف هناك بيه، انا جاي هنا ليه؟ انت جاي هنا بتأدي وبك، جاي تشتغل. اشتغل مع مين يا ناجي بيه؟ مع شويه همج نازلين ضرب وقتل في المدنيين العزل والاطفال وتقول لي اشتغل؟ ازاي اعزمهم على حفله؟ هستقبلهم باي وش؟ ازاي اسلم عليهم وايديهم لسه دمنا فيها؟ ازاي يا ناجي بيه؟ شوف يا كمال بيه، معلش تسمح لي، يعني انا اكتر منك خبره. السياسه ما فيهاش مواقف ثابته، الشيء الوحيد الثابت هو قناعتك انت الشخصيه
انك تشتغل وما تقصرش. بص، اسرائيل دي كيان صغير قد كده، احنا اللي كبرناها وعملنا منها هالة كبيرة. انا عشت مع الناس دي وعشرتهم كويس. الموقف اسرائيل على رجليها فكرة التحدي والمواجهة مع الشعوب العربية. انا مش قادر افهم انا جيبي. حضرتك متصور ان احنا لو طبعنا العلاقات معاهم وتعاملنا معاهم بكل ود اسرائيل دي هتوقع؟ اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر في الاخر. والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة جمال بيه. مواجهة السلام أقوى من مواجهة الحرب. اوعى تكون فاكر إن المعركة اللي جاية معركة الصواريخ والدبابات. لا، المعركة اللي جاية معركة نفسية وحضارة واقتصاد. اللي هيشتغل أكتر هو اللي هينتصر في الآخر. والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة جمال بيه. مواجهة السلام اقوى من مواجهة الحرب. هيتنكشوت بحياه في شنصرة طيروتها اسرائيلي راح بعام زيفي بحضروه ببيت ملون اتسبع مقشما مفنيت كلابي كمامي هبلاجيم هتوريست مها فلسطيني شي قاف مهين عضاين لو كبيل علافتها احرمت لرتصح. انا قاعد يا مزرعي اخويا في البيت وفجأة سمعت طلقات رصاص تخرم الود، مع العلم شوفش ايتي فين والاوتيل فين. هما مش الله خيفت لهجيل عالما شكرا بيت سراء لما في كشا اخيرت يعزفوا اتها شلتون داي ليش خطوط في شعره اليود نيم اصلانو هبجعاه هجعاني تل ابيب. اهدي اهدي يا هاني يا حبيبتي، خليك محضر خير. اهدي يا ماما. ارجوك مستر نيك، اللي حصل ده كارثه، ولو ما كانش رد مناسب وقوي هيتكرر بسرعه افظع وابشع مليون مره. ما هو من عمايلكم يا ماما عمالين تبنوا مستوطنات وعمالين تفتروا على العالم، عشان كده ما حدش طايقكم. دي ارضنا مستر ناجي، ارضنا اللي مكتوبه لشعبنا في التوراه. والجولان الاخرى كانت مكتوبه في التوراه؟ ده انتوا حراميه. مستر ناجي ارجوك تحافظ على الفاظك وتتكلم كويس. ايه يا بنت انتي؟ انت هتعلميني ازاي اتكلم؟ ارجوكم ارجوكم يا جماعه نهدى. عيب هاني، مستر ناجي زي والدك، وبعدين التحقيق شغال، محدش عارف مين قتل الوزير. مفيش غيرهم، الارهابيين الفلسطينيين هم اللي عملوا كده وده اسلوبهم. انت هترموا بلاكوا على الناس؟ الله، مش يمكن الراجل كان معاه موزه وهو في الاوتيل جوزها عارف جه خلص عليه؟ بتحصل. مش بيحصل برضه ده يا مزرعي؟ بتحصل بتحصل مستر ناجي، انا شفت ده فيلم من افلام فريد الاطرش. اه فيلم ودع هواك لما كانت مراته زوزو شكيب. مستر ناجي انا مش بهزر، ارجوك انا بتكلم جد. ما تهدي بقى امار، بكل يوم في العالم في وزير بيغتال، انتوا يعني لو وزيركم على راسه ريشه؟ انت مستر ناجي مش هتضايق لو وزير مصر اغتالوه؟ لا، احنا عندنا الوزير حاجه تانية، الوزير بيمشي فيه وراه حراسه تحتل تل ابيب، انما انتوا عندكم الوزير يمشي ايد ورا وايد قدام مريح يعني. انتوا خايبين. كتير عصبيه هاني دي، بس كتير هي بيحب بلده كمان. قول لها بس تشيل مصر من دماغها. معلش مستر ناجي، ده لسه شباب صغير، اسرائيل كله بيحب مصر. عارف مستر ناجي لما سادات جه هنا عشان سلام هنا في تل ابيب كلنا خرجنا عشان نستقبله. انا كان يمسك علم مصر بايده، هو بص لي وضحك لي كده وعدل شنبه كده، انا افتكرته كويس. واحنا اخبارنا ايه يا مزرعي؟ اخبار ايه مستر ناجي؟ لا، هنستعبط الفلوس $120,000 اللي انت واخدهم عشان تجدد بيهم المحل وتروق وتغير ديكورات، واديك شايف الزباين بقوا فوق بعض. $100,000 بس نجيبيه،
انت اتأخرت 6 أشهر. 20% في 6 أشهر كتير كتير مستر ناجي. اسمع مزرعة، انا ما احبش الملاوعة. احنا اتفقنا كان كده من الاول، الا الفلوس. انت وعدك في تل ابيب خسر اخلاقك كتير مستر ناجي. ما انا عاشر القومة مزرعي. امتى؟ الاسبوع الجاي يكونوا عندك. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعنيش. الاسبوع الجاي يعني يوم ايه والساعة كام؟ يوم الاثنين الساعة 2. كويس؟ ها؟ انا افتكرت اغنية عبد الوهاب وهو بيغني، عمري ما حنسى يوم الاثنين يوم ما تقابلنا احنا الاثنين. انا بقى مش هنساه، ويا ريت انت كمان ما تنساهوش. ها؟ شكلك كده عايز حاجة. ما انا بقيت بنك التسليم بتاعكم. تعال. انا لازم اروح الكازينو فورا. كده كتير يا رافي، كتير. المبلغ اللي عليك ده كبير. هسددهم ازاي؟ هسدد مسؤولك يا هسدد. مسؤولك هسدد. خد. دول 2000 دولار هم اللي معايا، مفيش غيرهم. كويس كويس. ها؟ سيبكم مسيكي ميرسي فيني بقى. بس تعالى راح فين؟ اكتب لي شيك بالمبلغ. اه طبعا فور فور. Thank you.
يا ماما. ايوه ماما. طب اهدي اهدي اهدي. في ايه؟ ايه كريم قبضوا عليه؟ طب هو في اسم ايه دلوقتي؟ امن الدوله. طيب 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 انا هتصرف. يلا مع السلامه. ما تخلص يالا، ما تتمنيش معاك انت اسمك ايه؟ يا باشا انت ليه حاقل في نفسك كده؟ خدامك عبد الجليل لا مؤاخذة من الدويقة. الدويقة؟ كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعة؟ شغل وركس. شغل؟ انت بتشتغل يالا؟ انا منظم. منظم؟ قصدي يعني حضرتك منظم فاتح تكاكية ومظاهرات يعني. نعمل ايه يا باشا بقى؟ نعمل ايه؟ ربنا قال كده. شغال ايه بالظبط يعني عشان افهم؟ يعني يا باشا زي ما تقول كده، انت عارف البلد لا مؤاخذة يعني ايه؟ بلد حالها واقف، اليومين دول وصل لغايه البلعوم، فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خاطر اللقمه نعض فيها. نعض فيها ولا ما نعضش يا باشا؟ نعض ولا ما نعضش؟ نعض ولا لا؟ انت يالا فهمني انت بتشتغل ايه بالظبط؟ هقول لك يا باشا، انت عارف العمال بتوع عمر افندي وبتوع المحل الكبرى بتوع الغزل والفسيق دول لما يحبوا يبعبعوا بقى خلاص يجيبونا احنا عشان خاطر ننظمهم بقى في المعتصمات بتاعتهم ديت، ونرتبهم بقى كده القصير ورا والطويل قدام وكده. وكمان دمنهور الاهلي برضو، دمنهور الاهلي ساعات برضو بيجيبنا في الارترس وفي الحاجات ديت عشان خاطر ننظمهم وكده يعني. وياك ياك حد يتكلم ولا يفتح بقه ولا يكسر حاجه، كله بيكبرني ويخطرني في الموقف. بس يعني زي ما تقول حضرتك كده يا باشا. سايس. سايس؟ لا يا باشا، لا مش سايس التاني، سايس عربيات، ده سايس بني ادمين. وساعات كده لما يعني يطلع في حدود 50 60 جنيه حسب ما ربنا يرزق يعني. بس انت عارف يا باشا، انا مش عارف المظاهرات دي عملوها ليه، ولا حتى بيقولوا فيها ايه، بعد كله كلام غريب كده. انا مش مع العيال الركش اللي هو بق ديت ابدا. لا طب بس اركن لي انت بقى على جنب كده وراح شويه، استناني شويه. امرني كبير، امرني. وانت يالا اسمك ايه؟ كريم عبد العظيم، سنه رابعه حقوق. وطبعا يا كريم انت مالكش في الموضوع، انت كنت رايح عند الجامعه عشان تشرب عصير. ما احنا ناس مفتريه، بنمسك الناس اللي ماشيه في الشارع عادي كده ونسيب الناس اللي بتعمل شغب ومظاهرات، مش كده؟ لا يا فندم، انا دخلت المظاهرات وانا عارف انا بقول ايه وبعمل ايه كويس قوي. هو ده يا باشا، هو ده الواد يا باشا. الناس كانت مكبراني ومخطراني في المظاهره يا باشا، ما حدش قدر يفتح بقه. الواد اول ما دخل المظاهره يا باشا فرتكه فرتكه وهيج الدنيا. انا عايز اليوميه بتاعتك 50 جنيه. نزل ايدك يا عم الحاج انت. الله ولا اثبت الحق يا باشا، ولا اثبت الحق يا باشا. انت على ما تزعقش في المكتب، ما تتكلمش لما اقول لك. مرني كبير، انت فاهم ولا لا؟ مرني كبير. وانت بقى معترض عليا يا استاذ كريم؟ طب مش الاول تخلص دراستك وتتخرج وتتحمل مسؤوليه نفسك وبعد كده تبقى تتنيل تعترض تعمل مظاهرات؟ لما الصهاينه ينزلوا ضرب في اهالينا في غزه وفلسطين واحنا بنحتفل معاهم بعيد الثوره، تبقى دي خيانه عظمى، وبقى الدم خلاص بقى ميه، واحنا لا يمكن نسكت على كده. انت ابوك بالشغل يا ابني؟ ابويا ميت. السلام عليكم. المهندس زاهر عبد العظيم. نعم. لا الحقيقه بس انا كان اخويا كريم اتمسك في مظاهره قدام الجامعه ولفيت عليه في كل الفروع والاخر عرفت ان هو موجود هنا يعني. انا بس والله كنت عايز اطمن والدته عليه يعني. طب هات البطاقه واستنى بره. اتفضل. عبد الجليل، عبد الجليل، عبد الجليل، قول لي يا اخويا إلهي ما يشحطك وليا، إلهي بعد الشر بعد الشر يبتليك بنصيبة يا أخويا، بعد الشر بعد الشر. ابني عبد الجليل، عبد الجليل شعبان، هو طيب وغلبان، هو اللي شايلني، هو اللي بيأكلني وبيشربني وبيشيلني وبيوديني وبيجيبني. أشوف ولاي صورك، أشوف ولاي صورك، اسمه عبد الجليل شعبان. يا ستي وجعتي دماغنا، استنيه بره بقى. يا سيدي ما توجعك ولا تتفرق انت واللي خلفوك، قول لأمك مستنياك بره، عايز اطمن عليه، عايز احس انه ابني. حرام عليكم المفتريين يا ظلمة، انا حبيت على راسي مش قايمة الا لما اشوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. حرم يا شيخ حسن. حرم يا شيخ. جمعا إن شاء الله. احنا كنا عاوزينك في كلمتين يا شيخ حسن. تفضلوا. خير إن شاء الله. الشيخ عمران عبد الله بيبعت لك السلام وبيدعي لك ويقول لك ربنا يوفقك ويثبت خطاك دايما إن شاء الله. إن شاء الله. هو لسه في المعتقل. خارج قريب إن شاء الله، وإحنا عايزين منك خدمة يا شيخ حسن. إن قضيتها ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك أعظم مكافأة. خدمة إيه؟ قبل ما نقول لك خدمة إيه يا شيخ حسن، أنت إيه رأيك في اللي أقاموا علاقات وصلح مع اليهود الصهاينة؟ ومش بس كده، دول ايه بياكلوا ويشربوا معاهم كمان. منافقين، ربنا سبحانه وتعالى توعد المنافقين بعذاب أليم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. هل تتصور يا أخي أن يوجد معبد يهودي في مصر بجوار مسجد وبيت من بيوت الله؟ ومش بس كده، دول بيشتغلوا في إصلاحه لغاية ما يبقى صرح ضخم كمان ومزار لله، يهود من الدنيا كلها. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحرقهم بجاز. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش فاهم. الشيخ عمران قال لنا ان ربنا حباك بمنحة وموهبة لا يوجد لك مثيل في الدنيا ابدا. احنا يا شيخ حسن عايزينك تعمل لنا قنبلة. قنبلة؟ شوف يا شيخ انت وهو، انا من يوم ما خرجت من المعتقل وخلاص سبت الحكاية دي خالص، وكتبت ورقة على نفسي بكده، والورق عهد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وبقلبه وبلسانه. وهذا أضعف الإيمان. شوف يا شيخ، أنا ما أسهل عليا إن أعمل لكم القنبلة. عظيم. والأسهل إنكم ترموها وتفجروها. جميل. لكن إيه الصعب؟ الصعب في الحكاية دي اللي هيحصل من جراء تفجير القنبلة. إيه اللي هيحصل؟ إيه؟ هيروح فيها أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين ومسلمين وغيرهم. هيروحوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. شهداء؟ أي نعم. شوف يا شيخ، بلغوا عني السلام للشيخ عمران وقولوا له الشيخ حسن ساب الطريق ده تماما وما عندوش أي استعداد يرجع له تاني خالص. عن إذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن بس يا ماما مش كده يا ماما. عبد الكريم، عبد الكريم يا ماما لا تفضحينا يا ماما. يا حبيب قلب أمك يا أخويا، وحشني وحشني يا أخويا. اظهر رجلي يا ماما، اظهر رجلي، عملت لي السياحة يا ماما. مش كده؟ مرحبا بيك يا أخويا، عايز أطمن عليك. أخبار أفاك إيه؟ يا ماما يعني ورمان شوية. شوية؟ وأنا كمان عاملة لك لقمة تسند بيها أفاك. والله يا ماما ربنا مش عارف أرد جمالك إزاي يا أم الغوالي، بس معكيش سيجارة. لا معايا عقد. أي حاجة، أي حاجة لأحسن، الواحد خرمان على الآخر. يا أما أنت يا جميلة. يلا هات جنيه. جنيه ليه؟ حق العقد. صحيح الدنيا لمت ورقها، ما بقاش في خير حتى في الأم. جرايا. ياما مش كده ياما. جرايا. ياما أخش فيك الحبس ياما. جرايا. ياما قدام ياما. جرايا. قدام ياما نصف حساباتك في البيت ياما، أنا ما صدقت خرجت ياما، مش عايز أروح تاني ياما. مبسوط باللي انت عملته يا كريم؟ انا مش قايلك يا اخي بلاش شغل السياسه ده خالص. عاجبك اللي انت عملته في ماما؟ انت مش متخيل حالتها عامله ايه دلوقتي؟ انتوا عايزين نعيش في الدنيا كده من غير راي ولا وجهه نظر ولا حتى حاجه مؤمن بيها؟ انا ما بقولكش كده، انا زيك ويمكن اكتر، انا بكره الصهاينه كره العمى. ما هو مفيش قدامنا غير المظاهرات يا زاهر. لا، في ان احنا نطور نفسنا يا اخي.
نتعلم احسن ونشتغل اكتر. الصراع في العالم كله دلوقتي بقى صراع تكنولوجيا، احنا عمالين نغني ونهتف وهم عمالين يطوروا في سلاحهم النووي وتجاربهم العلميه، واحنا قاعدين نتفرج عليهم. انت مثلا جايب جيد جدا 3 سنين ودي اخر سنه، لو ركزت في العلم وتفوقت فيه احسن 100 مره من اللي انت بتعمله. مصر محتاجه محامين ودكاتره ومهندسين، مش محتاجه شعارات. انت فكرت كويس يا جمال قبل ما تاخد القرار ده؟ ايوه. انت عارف تبعيات القرار ده ممكن توصل ليه؟ عارف يا فندم، مستعد لاي جزء، بس صدقني سعادتك خلاص مش قادر، وانا متحمل مسؤوليه قراري تماما. تقدر تستنى بعد الحفله؟ انا اسف يا فندم، ما اقدرش استنى دقيقه واحده، انا حجزت الطياره على مصر وبعد ساعه لازم اكون في المطار. طيب طيب يا جمال، اللي تشوفه. اشوف وشك بخير يا فندم. مع السلامه. ونتنياهو جاي الحفلة كمان؟ ايوه، انا سألته في الحوار وهو قال لي انه لازم يحضر الحفلة. جاي لوحده ولا هو ومراته؟ والله بقى حسب الظروف. ايوه. صباح الخير يا ناجي بيه. اهلا جمال بيه. اهلا اهلا. ازيك يا باشا؟ ايه ده؟ أول مرة أشوفك مبتسم من أول ما جيت إسرائيل، أنا كنت فاكر إن وشك كشر كده خلقة ربنا. أنا فعلا مبسوط جدا، وأرجو إن أنا ما أكونش أزعجتك الأيام اللي فاتت دي. يا راجل ما تقولش كده عيب. اتفضل افتح الشقة. شقة إيه؟ أنا راجع مصر. الله، برضه مصمم؟ ما أقدرش أعمل غير اللي أنا مقتنع بيه يا ناجي بيه. على فكرة إحنا يمكن ما قعدناش مع بعض فترة كافية، لكن والله العظيم حضرتك دخلت قلبي جدا وحبيتك، معرفش ليه، مع اننا مختلفين مع بعض في كل حاجه. يلا اشوف وشك بخير. إنني يخلى تتلي خاهت سعرات حشبونوت أدون كارنو سيديوت هحشبونوت تفار حمور ميهوت أدون هليفي أني مدبر إدخاع أخشاف بأوفي برشمي بهيوتي كاتسين باشابارك وزي خوتي لأصف حمر مديعين على إيزي حشوت لبعام هاشنية أني متستعر أدون كارمي أفينو إم عنيان هو بيطحون إسرائيل؟ الجملة هاي إحنا بنستخدمها عمال لبطال. أمن إسرائيل تفتح كل الأبواب المقفولة. أنت بتعرف إنه هذا الزلمة اللي عم تسأل عنه دبلوماسي وشغال في السفارة وكل أجهزة الأمن بتعرفه منيح وإله علاقات كلش كويسة مع الناس بإسرائيل؟ نحنا ليش بدنا نخلق مشاكل من لا شيء؟ أنت عارف إنه المستشار الإعلامي المصري قدم استقالته وترك السفارة من ساعة؟ وأنا إيش يهمني بهذا الكلام كله؟ تعرف ليش؟ لأنه بيكره إسرائيل، لأنه السلام المزعوم يلي ضحكوا علينا فيه مجرد وهم. كلهم هيك، كل المصريين هيك. أدون كرمي، أنت بتتهم ناجي عطا الله بأنه معادي لإسرائيل بس لأنه المستشار الإعلامي ساب السفارة ومشي، ولا لأنه ناجي عطا الله قرب من الناس وحبهم وحبوه؟ أدون هليفي، أنا بأدي واجبي وانت لازم تساعدني. وانا كمان بأدي واجبي أدون كرمي. يبقى نجيلك من فوق أدون هليفي. شوف حتوصلها لفين أدون كرمي. احنا طبعا هنقول ان جمال بيه في اجازه مرضيه لغايه لما تشوف الوزاره هتقول ايه في مصر. انت رايك ايه يا ناجي بيه؟ والله يا سياده السفير لو سمحت لي، يعني انا رايي غير كده. طب انت شايف ايه؟ نقول الحقيقه، نقول اللي حصل بالظبط من غير سياسه ولا لف ولا دوران. الموقف اللي خده جمال عبد الناصر هو موقف ناس كتير جدا في مصر والعالم العربي، واللي عمله في الاتجاه ده طبيعي جدا،
موقفه ده ممكن يحرجنا، خصوصا انه قبل الحفله بيوم واحد. سياده السفير، وزير الخارجيه بتاعنا ساب انور السادات في كامب ديفيد، ولا انا مش موافق. والمبادره اتعملت والحفله برضه هتتعمل. عموما انت هتكون القائم باعمال المستشار الاعلامي لحد ما يبعتوا لنا حد. انا تحت امر السعادة. اهلا بحضراتكم معانا في الحالي. النهارده بنتناقش في قضيه اختلفت الاراء عليها بشكل كبير، وكان لها صدى في الشارع المصري بسبب الجدل الدائر عن هذه القضيه وهذه الموقف. زي ما حضراتكم بتشوفوا على الشاشه دلوقتي، في عدد كبير من الشباب يتظاهر ضد اقامه حفل لثوره يوليو في السفاره المصريه في تل ابيب. عاده هذه المناسبات الدبلوماسيه بيحضرها الحكومة الإسرائيلية وعناصر ورموز من الحكومة الإسرائيلية على أعلى مستوى ممكن. النهاردة برحب بضيفي الأستاذ مصطفى كمال، وهو صحفي في جريدة اليسار المصري. برحب بوجود حضرتك معنا في الحال اليوم يا فندم. ومعنا أيضا من مؤسسة صحفية قومية الأستاذ فهمي ممتاز، برحب بوجودك معنا في الحال اليوم. والمستشار الإعلامي السابق الذي ربما أثار كل هذا الجدل، المستشار الإعلامي السابق لسفارتنا في إسرائيل الأستاذ جمال عبد الناصر، برحب بوجودك معنا. الأستاذ جمال تقدم باستقالته وترك السفارة اعتراضا على إقامة هذا الحفل، في ملحوظة مهمة جدا أنه الحفل يقام الآن وإحنا بنتكلم مع حضراتكم في فندق دانيال في إسرائيل. أستاذ مصطفى، عايز أبدأ مع حضرتك، إزاي شايف الموقف الرسمي تجاه كل هذا الجدل الدائر؟ أولا في البداية أحب أقدم التحية والتقدير والاحترام والتبجيل للأستاذ المناضل العظيم الأستاذ جمال عبد الناصر. الحقيقة اللي أثبت بالدليل القاطع دلوقتي إنه بالفعل اسم على مسمى، وإن القضية لم تنتهي بعد، وإن هذه الأمة ذاخرة دائما برجال مرفوع الرأس والقامة والهامة. بس الموقف العجيب والكريه والحقير لبعض المصريين اللي للأسف قاعدين دلوقتي بيتكلموا وبيضحكوا وبياكلوا وبيشربوا مع السفاحين المجرمين، مجرمي الحرب. ايه ده؟ ايه ده؟ لو سمحت يا استاذ مصطفى، ثانية واحدة. المصريين اللي أنت بتتهمهم بالخيانة دول بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. مفيش داعي إن احنا نلقي التهم جزافة. المصريين دول يا أستاذ شريف مصريين شرفاء بيقوموا بعملهم دلوقتي، العمل اللي أقرته مصر بسياستها وحكومتها وصالح مصالحها العليا. أرجوك يا أستاذ اديني فرصة أكمل كلامي، أرجوك ما تقاطعنيش. أرجوك أنت حضرتك انتقي ألفاظك. لو سمحت طيب. ما تقاطعنيش، أنا هرجو حضراتكم أنتوا الاثنين رجائين، أولا أنكم توجهوا كلامكم ليا، ثانيا أن احنا نهدى علشان نقدر نسمع بعض والمواقف تقدر تبان امام المشاهد والمتابع. استاذ جمال، سبت سفاره ليه؟ عرفت اسباب قرف جمال عبد الناصر في الحال يوم بعد الفصل.
أنا بعرف أتكلم عبري كويس، بس علشان دي احتفالية بعيد ثورة يوليو أنا هتكلم عربي، وأعتقد إن كنتوا بتفهموا اللهجة المصرية كويس بالأفلام اللي بتشوفوها والأغاني اللي بتسمعوها. السفارة المصرية بترحب بحضراتكم وبتشكركم على حضوركم، والحقيقة أنا بعتذر لأن أنا قائم بعملي الملحق الإعلامي وهو مش موجود معانا. أنا ملحق إداري، وأنا يعني الحقيقة مش واخد على الوقفة هنا يعني، ولا بعرف في الخطب الجعلصة دي والكلام الكبير. إنما في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، لازم تعرفوها كويس، وأنا مصر على ده. حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، ولازم تسمعوني كويس. أنا عمل لكم شوية فول بالقوطة تاكلوا صوابعكم وراها. يعني الأكلات مصرية، الأغنيات مصرية، والليلة ليلة مصرية، وأرجو إن كنتوا تنبسطوا معانا، وشكرا. ده يا راجل ايه؟ ده انت طلعت اعلامي كبير قوي. اعلام نعمة، انا ما كنت عارف انا بقول ايه. هما فهموا اي حاجة؟ اه طبعا فهموا. امال يعني كانوا بيسقفوا ليه؟ انا هما سقفوا لما قلت فول بالقوط بس. انا بعتبر موقف السيد المستشار الاعلامي موقف متخاذل منسحب، ما اقدرش اعتبره بطولة واحتفي بيه واعمل له تكريم في الوقت اللي فيه اخرين بيقوموا بواجبهم وبيعملوا لصالح مصر. لا معلش لو سمحت لي يا استاذ فهمي، اللي عمله السيد جمال عبد الناصر موقف تاريخي لا يمكن انه يتنسي ابدا، وانا شخصيا بطالب الشعب المصري والشعب العربي انه يلتف حوالين هذا الرجل، الرجل اللي قال لا في الوقت اللي كلنا بعنا فيه القضيه. من فضلك يا استاذ مصطفى ما تعممش، خليك دقيق في الفاظك. انت بتتهم بالخيانه ناس شرفاء بيقوموا بدور سياسي مهم. طيب اسمحوا لي، محتاجين نسمع الاستاذ جمال. الحقيقه انا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه. انا لا انا مناضل وبطل، ولا زمايلي اللي بيشتغلوا هناك خونه. كل المساله ان انا حسيت بموقف عملته، ما كنتش اقدر اعمل غيره. بمناسبه المواقف، كان ايه موقف الخارجيه وموقف السفاره؟ الحقيقه سياده السفير قدر موقفي، لكن الخارجيه لسه ما اتخذتش قرار. وانا ايا كان القرار، أنا بأكد لحضرتك إن أنا مسؤول عن قراري أياً كانت التبعات أو المسؤوليات. محتاجين نعرف أكتر، وبالتالي علينا إن احنا نحاول الاتصال بسعادة السفير المصري في تل أبيب. خليكم معنا. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. سعادة السفير، في خانة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادتك. خلينا نجي على طول نهوض بعد. حاضر. نجري، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سيادتك. بخصوص إيه؟ بخصوص موضوع جمال بيه والحفل. إيه؟ ألو؟ ألو؟ مساء الخير يا نجيب، إيه مع سيادتك مقدم برنامج الحياة اليوم، معاك شريف عام. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. ناجي بيه، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكره اقامه حفله بتجمع ما بين المصريين والصهاينه والعنوان 23 يوليو. ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشيه اسرائيليه على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، انا عايز ااكد على حاجه ومهم جدا للشعب المصري انه يعرفها. احنا احتفلنا بثوره 23 يوليو في قلب تل ابيب، والاعلام المصريه مرفوعه بترفرف. ده دليل على قوة مصر مش ضعفها. يعني أنا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الأغاني الوطنية وصلتكم. ده في ناس كمان عايزة تسمع شعبان عبد الرحيم. إحنا هنا بنعمل اللي إحنا عايزينه. إحنا أقوياء جدا. والإسرائيليين بيعملوا لنا ألف حساب. لو سمحت لي يا أستاذ شريف، ممكن أسأل سيادة المستشار سؤال؟ طيب بعد إذن حضرتك، معانا هنا الأستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريدة اليسار، وكان عايز يسأل حضرتك سؤال. لو سمحت يا أستاذ ناجي، هل ستحضر السفارة المصرية الحفل السنوي الذي تقيمه إسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقة عيد النكبة
والاغتصاب لكل الأراضي الفلسطينية؟ احتفالات ايه؟ هم دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالات كلها لطم وعياط على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا أستاذ، احنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا ادهم على دماغهم في حرب أكتوبر، وأرجو رسالة تكون وصلت. لا 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 يمكن يا أستاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك أنا لا يمكن أتفق مع حضرتك أبدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وأنتم بتحتفلوا بتل أبيب. كان أدري أنا اتصفيتي في شمعتي مشي أمر ناجي عطلة بتلفزيا صريخ لهيوت تقفى من مصراتها حط وصريخ قم لقريش اتناجي عطلة من إسرائيل زوت حشب الله حشب الله لمدينة إسرائيل في قم لي عمه أنا بطوح أدني للأسف هناجي بيه شئش زي متخنين لدفارين حمورين مقوت فانو حيافين لفتوح مية اتقو شناجي عطلة